لو ما وصلت أنا كانت صارت مشكلة كتير كبيرة، وبعتقد كمان ما كان عنده مشكلة أنه يمشي بالجرافة فوقهم ويقتلهم بدم بارد. هالزلمة واحد مجرم، كيف بيعمل هيك بروشني؟ فهمني اللي اسمعني، بهالدقيقتين اللي مرقوا لهلا انت صرت قايل اكثر من 5 مرات روشني. طيب هلا مين روشني بقى؟ مين هي؟ مين هي؟ هي كأنه شبح. ما شبح؟ شبح؟ وين الشبح؟ هي أنا شبكي، أنا ريشام. الله يعيني. شو رأيك؟ شعري حلو ما هيك؟ ريشام؟ لك شو عاملة بحالك؟ يعني أنت معقول رحتي عند الحلاق وما طلعتي على حالك بالمراية أبداً؟ هي أحدث تسريحة. كيف أنا طالعة؟ قلي شعراتي بجننوا مو هيك؟ بصراحة كنت حابة أعمل لك إياها مفاجأة، بس كنت رح فاجئك بالغرفة. بعد هيك صدمة رح أوصل على القبر، ما رح أوصل على غرفة النوم بنوب. شبكي شو هالشعر هذا؟ هذا معقول؟ أنت طلعتي على المراية؟ لا لا، تركتها مفاجأة. بدك ورجيكي المفاجأة؟ تعي معي، يلا تعالي معي، يلا تعي شوفي حالك، امشي خليني ورجيكي وشك الحلو. شوفي شوفي، شفتي؟ ابني أنا كتير مبسوط بهالخبر، أنا لازم هلأ خبره لأمك فورا. وهي... بابا أنت شو عم تعمل هلأ؟ عنا مشكلة كبيرة شبك. ايه طيب شو هي المشكلة؟ قلي. بصراحة المشكلة أنه بتكرهوا لسدهارتك ورانا وبشكل كبير. شو؟ هي مفكرة أنه الجرافات يلي راحوا على المركز أنا يلي باعتهم. بس أنت ليش عملت هيك؟ شبك بابا، أنا ما دخلني المدير، هو تصرف من راسه وما رجع لي بالموضوع نهائيا. مفكرة أنه أنا قلت له، وبصراحة أكتر خايف أن تعرف أني بكون سدهارت كورانا وقتها بوقع بمشكلة. والحب يلي بلش بيناتنا رح ينتهي فورا قبل ما نبلش خطوة مع بعض. طيب قلي معناها شو؟ مين أنت بتكون؟ بابا شبك، أنا بكون ابنك الوحيد سدهارت كورانا. ها. بس لأني بكون سدهارت كورانا ما بقدر أقابل روشني وأنا على حقيقتي، لأنها بتكره سدهارت كورانا، لهيك عرفت عن حالي أني بكون سدهارت كوكريجا. لهون وبس. هلأ صار الوقت إني روح لعند روشني وإلا إنه أنا مين بكون، ووقتها منقدر منشوف شو رح يصير. دقيقة بس، لا تروح هلأ، استنى شوي، ما تتحمس كل هالقد. اسمعني ابني، بالأول لازم تقلي بتحبها. حلو، مدام بتحبها هي معجبة فيك كمان؟ يعني أنا قصدي ابني، قصدي هي معجبة فيك، حاسس بهالشي أنت؟ ما بعرف. اها اذا ما بتعرف انا بعرف. اسمعني منيح، كرمال هذا الحب خليك سيد هارت كوكريجا احسن لك. ما بدي كذب عليها، لازم روح وخبرها بكل شيء. لك استنى شوي، اسمعني، انا برايي انت لازم تكون بنظره البطل يلي بيساعدها بكل شيء، وما في مشكلة إذا كنت كل هالوقت سيد هارتا كوكريجا، لأنه ما رح تفرق، المهم توصل لهدفك. ويا سيدي بعدين فيك تقول لها الحقيقة. اسمع ابني، ما لازم تضيع حبك الأول من بين إيديك بهالطريقة هي. أهلين أستاذ مهيتا. لا لا لا، ما رح أتأخر، أنا على الطريق، ليكني رح وصل. ماشي بشوفك. فينا نسرع شوي؟ ما حلو يتأخر عليه. بس مدام الطريق كتير عجقة. بتعرف برأيي خلينا ناخد يميننا من هون ومنوصل بسرعة. بس هيك أنا بخالف مدام. أنت عمال مثل ما عم قلك، وإذا صار أي مشكلة أنا بحلها. حاضر مدام. أنت مجنون شي؟ شو عملت؟ شو ما بتعرف تسوق على مهلك؟ مدام بعتذر منك، أنت اللي ما انتبهتي وعم تحطي الحق علي؟ واحد غبي وما بتستحي، يعني معقولة ما فيك تحترم الناس بحكيك؟ ثواني بس، ثواني بس، استنوا، فهموني ليش الست الراقية معصبة؟ هذا أنت؟
طبعا خلاص روح انت. طيب يلا روح. ماشي استاذ. ايه انا فوق ما تاخرت على شغل مهم بالنسبه لإلي. بشوف خلقتك قدامي شو هالحظ يوم ينتزع من اوله. ليش عم تحكي معي بهالطريقه هاي؟ انا ما دخلني على فكره كل يلي صار بسبب الحادث. ما بعرف ليش مزعوجه مني مع انه انت يلي عملتي الحادث هاد. قديش بدنا وقت؟ بعتقد بدنا اكثر من ساعه. شو ساعه؟ ساعه بس معقول؟ ما رح تلحقي الموعد. على فكرة اليوم زحمة كتير ورح تطولي بوقفتك. بعتقد انه رح يجي المساء ورح تضلي انت واقفة بمكانك ومستحيل توصلي على موعدك بالوقت المحدد، فلهيك لازم تروحي لهنيك وتاخدي لك شي سيارة لحتى تاخدك على اجتماعك من هالطريق. الوقت عم يمشي على فكرة، يلا بسرعة روحي. إذا بتأخر على الاجتماع وقت ميهيتا رح يلغي الاتفاقية يلي بيناتنا. نمشي؟ يلا بسرعة للأمام سر. يا ربي. آسف آسف آسف، عن جد منيح ما صار لك شيء. ما بتعرف تسوق منيح؟ شو أعمى ما شفت المطب؟ أنت واحد غبي. مين قصدك الغبي؟ لا هي قصدها أنه أنت ما بتعرف كثير بالسواقة. عفوا مدام، ما تحكي معي بهي الطريقة. طلع لقدامك وسوق، وأنت بتمنى منك ما بقى توترني، حاجة تحكي حكي بلا طعمة، إذا ما بتحترم الناس أنا بعلمك تحترمهم. ما كان ناقصني غير شخص يتطفل علي من الطبقة الوسطى. شو قصدك بالطبقة الوسطى؟ أنت مفكرة أنه الطبقة الوسطى مسبة لحتى عم تستعمليها كل شوي والتانية؟ لمعلوماتك يا مدام أغلبية شعبك هنن من الطبقة الوسطى ومصاريهم من عرق جبينهم. هالشي ضيفي على معلوماتك. ايه ضيفي على معلوماتك. صوت انت وياه. ما بقى غير انت وياه تعلموني كيف احكي. هالبلد ما رح تتطور ما دام فيها ناس من امثالكم عم تسرقنا. وروح قلبكم تجيبوا المصاري على البارد المستريح ليكون حضرتك مفكر اني انا ما بعرف النماذج اللي من امثالكم. هلا بلا محاضراتك بيكون احسن. اذا سيارتك ما عرفتي تحركيها والسيارة اللي رايحة فيها على الاجتماع هلا هي بفضل الطبقة الوسطى، مزبوط عم احكي معلم؟ اه؟ ايه لكان مزبوط. بس انا ليش عم ناقشك والله ما بعرف. خراس بقى، العمى العمى. نزل ايدك لتحت، لو شو ما عملت ما رح خاف منك. مع الايام منشوف. ايه مو مشكلة، معناتها بكرة ورجيني حالك. لما رح روح واشتكي عليك للشرطة خليك تعفن بالسجن. وقتها رح تترجاني اني طالعك وما رح وافق. يا ريت تحكي على قدك، انت ما رح تقدري علي بنوب. هلا الافضل برايي تفكري شو رح تقولي للعالم يلي رايحة تجتمعي معهم، لأنه بصراحة الاجتماع راح. أنت شو عم تقول؟ بكل صراحة بعدنا عن مكان الاجتماع وصعب ترجعي كل هذا الطريق. والله قلت لك ألف مرة لا تلعبي معي. أنت ما رديتي شو أعمل لك؟ اسكت بقى، لو سمحت لف ورجع بسرعة. طيب ماشي، إذا ما بدك ترجع خلص نزلني هون على اليمين لو سمحت. ثواني بس، يلا تفعيله. أنا بعتذر. بس مدام ما معي فلا ترجع لي. يلا مو مشكلة، أنا دائماً بوصلها على مشاويرها. خصوم إجرة توصيلتي وأنا برجع بشوفها بعدين وبحاسبها. ما بدي أرجع شوفك مرة تانية، خود الباقي إلك. إيه خدو. عن جد مو طبيعي، أنا كل ما بشوفه لهالشرشوح بصير معي مشكلة فوراً. بس مو مشكلة، ما رح أزعج حالي. إذا ما قدرت برر تأخري رح أتبهدل. بعتذر منك أستاذ مهيتا، كان في عجقة كتير كبيرة وسيارتي تعطلت كمان. وأنا بعتذر منك كمان، بصراحة كنت مفكرك إنك بتحترمي المواعيد والوقت. أنا كثير استغربت من تصرفك هاد، والموعد لازم يحترم ما هيك؟ مضطر روح. نبقى منتقابل بعدين، شوفك. هذا أنت؟ تفضل فوت. تفضلي. بكل صراحة الأستاذ كورانا بعت لكم هاد